وصلنا لواتس كوكينج. صباح الخير شيف. بونجور. تمام ماشي الحال. اليوم الاكله مكوناتها بتسهل لكل اللي بيحبوا سي فود او الماكولات البحريه. مظبوط. ولكل اللي بيحبوا الاكل الطلياني كمان ريزوتو. شيك ريزوتو اذا بتطلع فيها شوي هيك غريبه. ريزوتو في دمر رح ندخلها زعفران. رح شوي على البايلا رح ندخلها الكوسه. بس هي ريزوتو في دمر. اوكي هذه خلطه شو من عندكم؟ نعم خلطه لبنانيه. لا اكيد مش لبناني. بس اليوم انت بتعرف الزعفران مش لبناني. ايه يعني لا انا قصدي الخلطه بايدين لبنانيه واختراع لبناني. 100%. طيب اذا حس الكوسه يعني اليوم. ايه مهم ما تنزعوا الاكل الطلياني. اكيد لا. لا بعرف رح يطلع شيء اكيد بشهي وطيب. رح نشوف اكيد مقادير الطبخه لليوم على الشاشه، واذا بتحبوا اكيد تتصلوا فينا عندكم اي سؤال، نحن ناطرين اتصالاتكم على ارقامنا. بشو رح نبلش شيف؟ انا هون رح بلش اول شيء بريزوتو. نحن انا هون رح اطبخ ريزوتو دغري. طيب بنلاقيه بالسوبر ماركت عادي؟ اكيد. اوكي. في عندك الاربيو، في عندك الجرانارول، هن بيفرق كميه النشا. اوكي. أوكي. انا هلا هون حطيت زيت مش اطبخ ريزوتو، بديت الوقت رح اعمل الفري دومير على جنب لحالها مشان ما تستوي كثير، لان هون الريز تقريبا بده ثلث ساعه مشان يطبخ، اذا بحط الفري دومير معه رح يبق كل ميته رح يستوي كثير. طيب لكن حطينا الزيت شو رح شو انا هلا هون رح بلش بالريزوتو، رح اعمل هون زيت بصل، وهون عم بعمل زيت وثوم مشان اعمل الفري دومير. اوكي هيدا هون البصل. بصل ناعم اكيد. ونحن هون فينا نعمل ريزوتو نطبخه بريكوي يعني نص طبخه نرجع نحطه مع الفري دومير تاخذوا بعضه. 100%. اليوم هذا بازي ريزوتو. نعم يعني فينا نعملها مع الكالامار لحال، فينا نعملها مع الايدس لحال، فينا نعملها مع المون لحال. نحن عم نحكي انه بدنا نطبخ الريزوتو، ما رح نسلقه؟ لا رح نطبخ طبخ. طبخ. عرفت شو؟ طلعت ريحة البصل. هلا هون اهم شيء بالبصل ما يشقر كثير، انه لازم يستوي بس انه من دون ما ياخذ اللون مشان ما يتغير لون الرز. نعم. هلا هو اصلا رح يتغير لون الرز لانه حطيت له زعفران. ايه. حطينا الثوم. مزبوط. قبل ما نقلي معه الفري دومير. الفري دومير. أكيد لازم يكونوا فريش تكون الطعمة شيء طبيعي. طيب هلا هون إذا طلع المول هذا نحن طابخين السوفيد، فينا نجيب مول فريش، فينا نجيب مول فروزن، بس هو أطيب شيء للفريش. عم تعرف هلا المول له مواسم. أكيد. وبيجي من برا المول. تقريبا هون لكل كيلو رز بده تقريبا 2 لتر مي. هلا هون اهم شيء بالرز نحن عم نطبخه اول شيء يفرقع الرز مشان ياخذ اللون مشان ياخذ الطعمه مشان ما يخبص على بعضه. يعني ريحه بتشهي. بشو رح نبلش اول شيء؟ اول شيء رح بلش بالكالامار. لا اعملهم ارجع شيلهم على جنب ارجع اعمل غيره. يعني بنخلي قد ايه بيستووا ستوي كامله ولا مضبوط ستوي. اوكي هلا فينا ما نستويهم كثير على الاخر، فينا نستويهم. انا رح ارجع اشيلهم هون احطهم مع الرز. اوكي اوكي هلا من الاول بنحط الزعفران. ايه لحط اول شيء شوي هيك مشان بلش ياخذ لون. بتحب الحر؟ ابدا. اوكي بلا حر. بحط شوي بس.
هون بنحط نار قوية منيح. ايه هو لازم تكون نار قوية بالمقلاية. طب إذا ما كانت النار قوية بدق مي دغري في دمار. اوكي. فكان المهم بس تطبخ في دمار تكون النار قوية. تما ينشف مش هيك؟ مشان المي تبغوله ما تدق مشان ما يبلش يقسى، عم بس يقسى. ينشف ويقسى. والكوسة ما قلت لنا. الكوسة رح احطها بقلبها. هيدي شو المي اللي حطيناها؟ هيدي هون فينا نستعمل، هون انا بستعمل هون مرقة السمك. اوكي مي مرقة السمك. مضبوط. كمان تاخذوا من بعضه. مشان ياخذوا طعمة. أو إذا بدك فينا نستعمل شوية شيكن ستوك باودر. عبقني ها؟ بالكاد عم بقشعك. دخيلك. هلا انا تقريبا رح اعملهم كلهم بزيت المقلايه مشان اخذ الخواص، اخر شيء رح احط لها شوية مي. مجبورة تطرش هيدي. هيدا شو مي؟ هيدا نبيل. نبيل نبيل ابيض 100%. قسمت نبيل بين هون وهون. شو بيعطيها نبيل؟ اول شيء نبيل بيعطيها طعمة كثير طيبة للاكل، ثاني شغلة اذا فيها شوية زنخة بيشيلوا دغري. اوكي؟ لاحظت هون هون الرز. لا عمليا سهلة الطبخة، يعني منا صعبة ووقتها سريع، يعني المهم التحضير قبل ما نطبخ. هلا هو اليوم فيك تجيب كالامار من السوق نظف خالص، فيك تجيب ريدز كمان، فيك تجيب مول مطبوخ. اوكي؟ منتبش. يعني هو الواحد بيقدر يسهل قصة الوقت. الرز شيء طبيعي انه فيك تعمل بهذا الرز. يعني خاصة للنساء يمكن يلي بيشتغلوا يعني بتتحضر ب اكيد اذا كانت جاهزه بدها 30 دقيقه تكون حاضره. انا بهالوقت رح بلش اقطع الكوسه. بدك ساعدك ب بعزبك؟ يلا يلا رح ساعدك بهي اسهل. رح جرب. إذا جيت حالك أنا ما خصني. هالجمعة امبارح كمان كنا عاملين سي فود، كمان كنا عاملين سمك، وبكره في قريبس. بما إنه الزيت يعني كثير حامي ما كثير رح ياخذوا وقت. لا اصلا هنا في دمار ما بدهم كثير وقت صراحه. هاي البندوره بقلبها. روقته البندوره ما بقى. لا هو او هو انطفى. هو انفصل. عم بقول شو صار. كيف نقدر انه بدنا بعد نزيد له مي؟ قلت لك على كل كيلو رز بده بس انا عم بطبخه بس انت شوي عم بتحطهم شوي شوي. شو الفرق؟ لو انت بتحطهم كلهم مع بعضهم انت كانك عم تسلق صرت الرز هلا. اوكي. اليوم بس تحطه شوي شوي اذا بدك اياه ادنتي ما بدك اياه، عرفت كيف؟ يعني هون بتتحكم فيه اكثر. شكلها بشهي. هون في انا عندي مية المول اللي حطها فوق الفيلم. اوكي. هاي المول. هيدا المول حكيناه هون. الكوسة رح قليهم لحالهم على جنب، انا بحطهم فوق الرز او فوق المول.
شو رأيك بهالطبخة؟ يعني أنا عندي نقطة ضعف على كل المأكولات البحرية، ما باكل لحمة حمراء ودجاج قليل، بقى يوم أكثر حدا مبسوط فيها. اليوم اجت على القد. دايما بيقولوا لنا ايش انت حاطط البيس؟ لا مش هيك؟ ايه ضل الواحد يسمع اشياء مهضومه يجرب الواحد. ما في قولة على الهواء، خاصة انه شرب المخرج اليوم مولعة مولعة وشرب على طول، على طول شايف على طول مهضوم. عم بضحك علي كثير، مبين اني ماسك مقلب اكل بحياتي. ايه ماشي، انا الاجمال ما بطبخ، ماشي فيها مزبوط، عم تقلب فيها مزبوط الخبريات يعني. عم تحكيني عم تعطيني كومبليمون. ايه متغزل فيها. الله يحفظ خاطرك. فوتي فوتي راجع. يا ايه هيدي بتحطها بال هيدي بالجرم المشهود. ايه هون الفيديوهات مبدئيا خلصنا منهم، رح نشيلها على جنب هيدي. اذا لاحظت هالطبخه كلها فيديو ميرا رانيا، شو غيرت رايك؟ هلا اخذت اسطوره، هلا مبسوطه انا، شو حلو. رح تيجي تلاقي الغداء. عرفت قصدي اليوم يعني. اليوم عيد رانيا. هلا هيدي اكله عيد، هلا بنحط شمعه بقلب المول وخزة القصه هون بسيطه. بس شو حلو هيك لقطتك انت عم تطبخ، ولا امك بعد فيها تهرب منك، ولا صديقتك عم فيها تهرب منك، وان شاء الله مرتك بالمستقبل بيطبخ. خلص ما حق، ممكن بقول لمرتي انه ليك جوزك شاف. انت بتطبخ بالبيت؟ حسب، هلا بس تكون مرتي هيك مكعيب بفوت. ايه بتساعدها ثلاث ارباع الاوقات، عم فوت على الطبخ. خلصنا قبل في دمان، خلصنا هون. انا هلا رح اشيلهم قبل ما يخلص الرز، رح احطهم كلهم مع بعضهم. الكوسة انا هلا هون بدي اقليه، هلا نحن انا كان فينا اقليه مع الفيدامير، بس ما بدي اياه كثير يستوي، بدي اياه يضله يقرش، بدي اياه ياخذ لون هيك. مبدئيا نحن هون ما بقى عندنا شيء، بس عندنا بعد البقدونس تنزين فيه الصحن ونعمل جات كله فيدامير مثل ما لاحظت انت اليوم. كمان ميتها هيدا الاساس. عجد ريحة كتير طيبة. نحن عم نرجع نشوف لكل اللي ما لحق ياخذ الانجريديان او محتويات الطبخة، عم نشوف هون على الهواء. هون مبدئيا الرز ما بده تقريبا شي 10 دقائق يكون خالص. دخيلك مطعم البدلة الأخيرة. سيبها كلها خدها نضيف لي إياها. هلا أنت وين ما تروح بكل المحلات اليوم بتلاقي كله فيه دمان، بس اليوم ميزناها شوي بهالصفران بهالألوان. هلا فينا ندخلها كمان إذا بدك البالور يلي هو من نوع من فيه دمان. وهيدي ريزوتو ما فيك تحط لها بارميزون. ليه؟ لانه البارميزون مع الفيدومان ما بيلبق ابدا. البارميزون عاده بيلبق مع كل شيء، مثلا سيب، شامبينيون، موتزاريلا. شو نسوي؟ يعني صرنا تقريبا خالصين. قد ايه بقى 12؟ 10 دقائق. 10 دقائق. نحن شو بعد عنا؟ بعد عنا انه نزيدهم على نزيد الكوسه على الرز.
عنا نزيد الكوسة على الرز والفيلينا على الرز. أوكي. تأثيره كله المخروط. ليه ناحية الكوسة بالتحديد؟ لأنه هو إجمالاً الكوسة بيربق مع الفيدمال. ترى أنت اليوم أنت عم تأكل في تاميستا اللي هو بانيه. فيدمال الكالامار مع الأريديس وكيشا. في منهم بيحطوا معه كوسة باذنجان. كمان. أنا هون ما بعرف فين شفتي خلاص. هلا هون انت بتحب الرز الدنتي او اللي بس مش كثير الدنتي بس مخبوس يعني نحن خبصتك معايا عندي واسطه اكيد يعني هلا نطلع نشوف المنظر وبعد كمان حتى مش قد ايه بيشهي وبعد مش خالصه بدو صوص طيب كتير نحن بعد معنا دقيقتين تقريبا ولا نروح نعمل جولة على برامج الام تي في لليلة ونرجع من بعدها تيستينج اوكي تكون خلصت بس نحطهم مع بعضهم قد ايه بدهم تقريبا ماشي بس حتى ياخذوا بعضهم ياخذوا بعضهم يعني بتعرف انت الفيدومير هو بس نحن كان فينا نعمله بلا بس ما بدي يستوي كثير الفيدومير بصير يتبل الاريدس خاصة الاريدس هاو خلصنا من هون هودي خلصنا من هون هون ليك شو هالألمان الحلوة اللي فيها ايه فعلا ألمانها كلها حلوة زعفران غير طعمته كمان حتى هال هالتوش هيدا بسموه زعفران افيليه في عندك في عندك زعفران بود بيجي ناعم في عندك هيدا بيجي هيدا أهم من البودر اه اوكي هداك بيلون اكثر بس هيدا طعمته طعمته وبيعطي انه انت اليوم حاط زعفران بالاكل يوم بتعرف انه عندك اليوم في عندك صبغات صح بقي لكان انه نزيدهم ياخذوا من بعضهم شي دقيقتين ونرجع نقدمهم اكيد خلينا نزيدهم هلا اللي حامله انا هلا هم ملح زيدهم كلهم عشان زين فيهم على الوجه على هالمشهد الحلو رانيا كم دقيقة ومندوق سوا رح نروح على وقت ام تي في نرجع نجي مندوق طبخة هيدي اكلتنا لليوم صارت جاهزه مشيك شايف؟ وي بس بعد نحط لها شويه بهار مع البريزنتاسيون الخاصه فيها مين تجسس علي وقالوا له شايف انه هي من اطيب الاكلات عندي وخاصه انا عرفت انه عيد ميلادي كمان قروا بالحقيقه مثل هالشمعه ما في قلت له لمارك اليوم بنيجر قال هابي بيرثدي طلع قال لي جيب لي شي شتله شي غصن وهي غصن زيتون بما انه اليوم عم نحكي عن الزيتون يعني تحب المول او بلا مول؟
متكي. انا بيت زياده بامن لهم لو شو ما عملوا. خليلي هيك. هيدي مدام ليلى كمان رح تنضم لنا. وينو ليلى؟ اجت اهلا وسهلا. ثانك يو توني بكفي ميرسي. ما بدنا ننسى حظا نهار عيدنا بعد في جاتو وكل شيء تمام. اهلا وسهلا. كيف بدنا نسيب الله؟ حياتي خير. اهلا وسهلا. تفضلي. موجود هيدا منيو سيلبريشن اليوم؟ ايه عقبال 100 يعني هاو كان وي ويش ذا موست بيوتيفول والاجمل والاحلى والحضور يلي بيميز كل شاشات التلفزيون على الام تي في وجود رانيا. ميرسي ليلى. بقى بدنا نقول لها هابي بيرثداي. ميرسي يا حياتي حبيبتي. انذر كيس. لك ما نعيد طلعلك اليوم رانيا. عن جد؟ خلص روكي زوم بقى تعمل. انا كنت مقرر انه خلص ما اليوم تزيدوها علي. يييي. انا قلت شيء انبسط جوزي. ينعاد عليك يا رانيا. هلا تأثرت عن جد. كل شيء نعمل بالسير بس أيوة شو بدنا نعمل؟ لا بس هيدي أهم نصائح هيدي كلها أكشن شيء طيب. أنا دائما بقول إلي إنه العيد دائما في فرحة ودائما في غصة صغيرة يعني بتذكرنا بالناس اللي عبالنا نشوفهم مسافرين أو غيره. وكمان بقول شيء عن العمر إنه هيدا باخده دائما من الناس بيكتبوا انه اوقات بننفخ شمعه ونحس حالنا ما كبرنا ولا ثانيه. واوقات شغله صغيره بتخلينا نكبر 30 سنه فرد مره. مزبوط. فهو العيد منه الا سيلبريشن. صح. فليت سيلبريت. ليت سيلبريت. تشيز لكم. ثانك يو لكل عم يتمنوا لي اليوم هابي بيرث داي وتشيز توني يومي. صحتين. وقبل 100 بتشهي. كثير طيب يعطيك العافيه شيف. صحتين. جنين. عزاويك مدام ليلى. يمين. بس شوي رح منشوفك. بس قبل في عنا توب ستوريز رح نحكي أكثر عن نجاح اللبنانيين بالانتخابات البرلمانية بكندا مباشرة بعد هالفاصل.